بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، أي لم يترك نقد الرجال أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا، أي لم تكن هذه معيبة بين العلماء، على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا، بمعنى أنه إذا رد على شخص لا يكون هذا طعن فيه أو ذم له أو انتقاص له، بل هو نصح له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك، بل هو نصر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا رد عالم على عالم لا يعني ذلك أنه ينتقصه أو أنه ينال من رتبته، بل هذا من باب النصح، بشرط ألا يكون في ذلك ظلم ولا فحش ولا تضمن الكلام انتقاص من منزلة ذلك العالم. اللهم إني أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا المتأخرين. يعني عندما يستدرك الشخص على الآخر لا يعني ذلك أن ذاك حول العلم كله، فلا يدعي أحد بأن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني قد حول العلم كله، فإن هذا لا يدعيه أحد لا من المتقدمين ولا المتأخرين. فلا يقال إذا تكلم أو تعقب طالب علم أو عالما آخر لا يقال أنت أعلم منه، يقال له وفوق كل ذي علم عليم. وهل هو حول العلم كله؟ ربما أخطأ، ربما قصر، ربما خفي عليه الدليل، كما سيأتي بعض الأمثلة على ذلك من صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلهذا كان أئمة السلف المجمع عليهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في مهور النساء وردت المرأة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإثما مبينا. فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا أفتى قال: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط. وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، أي لو كان المكتوب والمقروء من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأبلغ من هذا أنه قال: ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. هذه النزاهة، هذا هو العدل والعقل والتقى ومراقبة الله عز وجل وصدق التوحيد، أن الغاية ليست الانتصار للنفس ولا للذات، وإنما الغاية الانتصار لله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. قال: ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. قال: وهذا الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم، بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهوية ويمدحه ويثني عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق كلاهما الفقهاء
وربما يسأل الإمام أحمد عن المسألة ويسأل عنها إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظري فيخالفه إسحاق، وإسحاق من أئمة الحديث عليه رحمة الله عز وجل. القصد ليس كل ما نختلف فيه يوجب الهجر والقطيعة، ليس كل ما نختلف فيه يوجب الاعتداء والظلم، ليس كل ما نختلف فيه يوجب التبديع والتضليل. اليوم للأسف عند كثير من إخواننا المساحة ضيقة في مسائل الخلاف، كأنهم لا يريدون الطرف الآخر أن يخالفهم في شيء، حتى صار بعض مسائل الخلاف مسائل فصال وامتحان، وخاصة في الكلام في الأشخاص، فلان يثني على فلان، فلان يمدح فلان، فلان يذم فلان. هذه أحكام بشرية يصيبون فيها ويخطئون، وهم بين العدل والظلم ويتحاكمون إلى شرع الله عز وجل. فلا ينبغي أن تكون هذه من مسائل الفصال إلا أن يكون هذا الطعن ديدا له، أو يكون هذا الطعن جرأة على أكابر أئمة العلم وأهل السنة الذين لا يطعن فيهم ولا يتكلم فيهم. أما إذا كان من عامة الناس ومدحه أو جرحه أو أثنى عليه أو لم يثني عليه أو زاره أو لم يزره، هذه مسائل لا توجب الهجر. لك عليه حق العتاب، لك عليه حق المساءلة، لك عليه حق اللوم، لكن يكون ذلك باب هجر وباب فرقة وباب امتحان، وأدرجوا هذا الشخص وصلا وهجرا كأنه أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لابد أن يؤتى به، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. قال: وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة وما أخذهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله أو على ذلك كله. وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل. فحينئذ رد المقالات الضعيفة وتبين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية، فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه يكره إظهار خطئه للمخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. المراد من ذلك أنك إذا أخطأت ثم قام شخص فرد عليك، أنت تكره أن يرد عليك شخص أو أنه يبين خطأك أمام الناس، نقول هذه الكراهة لا اعتبار لها، وإن كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن هذه الكراهة لا اعتبار بها، لأن المفترض عليك أن تفرح بأن فلانا قومك، فلانا صوبك، فلانا أرشدك، فلان دلك على أخطائك، فأنت خير له أو هو خير لك، لأنه دل الناس على خطئك، فحل من طوق عنقك من سيتمسك به يوم القيامة. وهذه من المكاسب، أن الناس يقومونك ويرشدونك ويدلونك على الصواب. قال رحمه الله تعالى: وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيان الخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالته، يعني إذا رد شخص على عالم من العلماء، تعقب الشافعي، تعقب مالك، تعقب أبا حنيفة، تعقب أي عالم من العلماء، لا حرج إذا كان بدليله وبأدبه وباعتراف بفضله، بأن يقول رحمه الله لم يصف في هذه المسألة، خالفه الصواب، لم يحارفه الصواب، وما شابه ذلك. لكن أهل العلم يوصون في هذا الباب بأن المرء يتهم نفسه عشرات المرات قبل أن يصدر هذا القول، لأنه يخشى عليه أنه قد وهم. ولذلك كثير من طلبة العلم بادئ الرأي وبداية الطلب ربما يعلق في حواشي كتابه بعض التعليقات، يخطئ التابعين ويخطئ الأئمة ويخطئ الأعلام، ثم إذا دارت به الأيام والليالي عرف بأنه قد أخطأ وأن الصواب معهم. لذلك ينبغي للشخص أن يتهم نفسه مرات المرات،
قبل أن يستدرك أو يتعقب قول أحد من أهل العلم، ثم إن تعقبه يتعقبه بأدب، لا يتعقبه بانتقاص فيقال هذا قول من لا عقل له، هذا قول من لا دين له، هذا قول رجل جاهل. لا، هذا عالم أضنى حياته في طلب العلم وتحصيل العلم وخدمة الدين ورعاية الشريعة، تأتي أنت وتتهم بأنه لم يتمعن المسألة ولم يفقه المسألة، هذا غير صحيح. لكن هذا ما بلغه من العلم فأفتى به وبه قال. قال رحمه الله تعالى: وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، يعني أخطأ، مراده بكذب يعني أخطأ في قوله هذا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. قال رحمه الله تعالى: وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفرد بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر، بمعنى أحيانا قد تكون مسألة فقهية لكن ربما يبالغ الشخص في إنكارها وردها، وكل ذلك من باب النصح والصدق وحماية الشريعة ورعاية الدين، وليس المراد بذلك الإسقاط والانتقاص والتجرؤ على الآخرين. قال: وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك، قال هذا كله حكم الظاهر عندما يتعقب عالم أو متأخر متقدم، أما في الباطن الأمور فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشد بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك، ومن رد على سعيد المسيب قوله في إباحته المطلقة 3 بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته عادة الفروج، وعلى طاووس في قوله في مسائل متعددة شد بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم رضوان الله عز وجل. يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقول سعيد المسيب وعطاء وغيره ممن ذكر من أهل العلم، ما من عالم من العلماء إلا وعنده مسائل يشد بها ويخالف بها ويردون عليه ويتعقبونه، وليس بذلك انتقاص أو نيل من مرتبة ذلك العالم، ولا ينبغي أن يتخذ الخطأ كذلك مطية للانتقاص، فما هناك أحد معصوم، ما من الناس إلا وهو راد مردود عليه، فلا ينبغي أن تتخذ هذه الأخطاء مطية للنيل من العلماء والانتقاص منزلتهم. ولم يعد أحد منهم مخالفي في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات ما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. ولذلك لو تقرؤون في كتب الخلاف وما جمع في الخلاف تجد أن العلماء بينهم حوار، وربما سجت بعض المناظرات للشافعي رحمه الله تعالى مع غيره من أهل الرأي وغيرهم من أهل العلم يتحاورون في العلم ويتناظرون فيه، وربما بعضهم أغلظ على الآخر في مخالفته في فرع من فروع، بل ربما بلغ الأمر إلى المباهلة كما حصل لغير واحد من السلف أنه كان يباهل في بعض مسائل الفروع، كل ذلك خدمة لدين الله عز وجل. قال: وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما. لماذا؟ لفساد النية وخبث الطوية، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضا
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته. إن كان المراد الاستئساد والتنمر والتعالي على العلماء وإظهار بأنه ناقد وأنه خبير ولا يدع أحد من العلماء إلا ويجرحه وينتقصه حتى تخلو له الساحة ويثني عليه الناس ويدعون له الكمال، فإن هذا والعياذ بالله سوف يكسره الله عز وجل. ومن تتبع عورة الناس تتبع الله تعالى عورته حتى يفضح. وهذا أمر ملموس، كم من عالم تجرأ على العلماء بالحط والانتقاص وتتبع الزلات والجرأة عند أخطائهم، ثم يبتريه الله عز وجل بعدد من الأخطاء يأتي من ورائه من يسومه سوء الرد والتعقب، وكما يدين يدان. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع، يعني الرد والرد والنقض، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. أي أنه عندما يتكلم في هذا الكتاب لا يتكلم إلا عن حال العلماء. وأما أهل البدع فلأهل السنة أحوال وصنوف في الرد عليهم والتحذير منهم وبيان أخطائهم، بل ربما وصل ذلك إلى الشدة والقسوة والطرد والزجر وقلب الأسماء والتمخط عند الذكر بصور عديدة ذكرتها في رسالة اللمع، رسالة اللمع بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع، ومنشور بعض الفصول منها في مدونتي.